حضرتك واحد صبع كيو كومبايند، بس سيب واحدة انه بيجيله جوندس. تقسمها كده بون مارو سي ان اس جي اي تي. بون مارو كانت الار بي سيز بتعمل جوندس، بليتس بتكسر يبقى في ليكتيدس، وايت بي سيز بتكسر يبقى انكيز لايبيلتي فور. السي ان اس يبقى صبع كيو كومبايند صح؟ جي اي تي كان ميد ليستون ويتروفايتريا وستبسي يبقى الابزوربش. فانا كريك بيكشر اوف ذا اندرلاين، العين ممكن يبقى عنده فيتلايت او ثايرويدايتس حالات هاتسونيان انفستيجيشن. السلام عليكم. لا لسه في الوقت في الار بي سيز. برافو عليك. برافو عليك. ربنا يفتح عليك ربنا يبارك لك حاجه تشرح ربنا يبارك لك بعد كده كنا تريد من اننا ادينا ايه؟ فيتامين بي 12 او عملنا باكت ار بي سيز لو الهيموجلوبين اقل من ولو هو عليان انجينا او هارت فيلر اقل من 10. هنتكلم على فوليك اسيد. الفوليك اسيد قريب جدا من بي 12. هنتكلم عنه ان كومباريزن تو بي 12 مفهوم ولا لا؟ اولا لازم نتكلم على ايه؟ الفيزيولوجي. اولا احنا كنا قلنا البي 12 موجود في الانيمال سورسز، الفوليك اسيد موجود في البلانت سورسز، مفهوم؟ اذا كان البي 12 في الانيمال سورسز الفوليك اسيد موجود في البلانت سورس. اول ما تعطي اقعد يا دكتور عمالين بيشاوروني من بعيد في الاوتوبيس يلا اقعد يلا ما خلاص الله العظيم يا اخي استاذ ما تقلقش اقعد. فوليك اسيد، الفوليك اسيد البلانت سورسز هي اللي موجود فيها فوليك اسيد. لو فاكرين البي 12 كان عشان يمتص محتاج انترنسك فاكتور من الاستومك بيحصل له ابزوربشن في التيرمينال. الفوليك اسيد بيحصل له ابزوربشن من الانتستين من غير اي حاجه، بيحصل له ابزوربشن عادي جدا مش محتاج اي حاجه. واضح؟ اذا كان الايرون محتاج HCL والبي 12 محتاج انترنسك فاكتور، فالفوليك اسيد مش محتاج اي حاجه يمتص على طول من الانتستين. العين ياكل الفوليك اسيد يحصل له ابزوربشن عادي واحد. طيب الفوليك اسيد وصل للدم، البي 12 لما كان بيوصل للدم كان فيه كارير اسمه ايه؟ ترانسكوبالامين 2. هنا الفوليك اسيد ملوش كارير. معاه ولاد ولا لا؟ بيمشي في الدم لوحده. بس في حاجه، الفوليك اسيد لما بيوصل للبلد بيحصل له اكتيفيشن، يتحول الى اكتيف فوليك اسيد. يعني الفوليك اسيد اللي في الاكل ان اكتيف لازم يحصل له اكتيفيشن فين؟ في البلد. الاكتيف فوليك اسيد يروح للبون مارو ويروح للانتستين عشان يعمل نفس وظيفه البي 12 اللي هو دي ان ايه. لو خدتوا بالكم وراح للبون مارو وراح للجي اي تي، بس ما راحش لمين؟ سي ان اس. يعني البي 12 كان بيروح للبون مارو، جي اي تي، سي ان اس. الفوليك اسيد الطاير بون مارو ايه؟ جي اي تي بس، ملوش دعوه بالسي ان اس. زياده من البي 12 زياده من الفوليك اسيد اسف يتم تخزينها في الليفر.
والمخزون اللي في الليفر يكفينا from 2 to 3 months. البي 12 كان بيتخزن في الليفر بس المخزون كان بيكفينا 2 to 3 years. مفهوم ولا لا؟ طيب ده الفيسيولوجي. تعال نشوف الايتيولوجي اوف فوليك اسيد ديفيشنسي. ايه اللي يخلي الفوليك اسيد يقل؟ يا اما ديكريز انتيك زي في حالات ستارفيشن او مانيوتريشن. مفهوم ولا لا؟ ممكن تبقى المشكله عيب فين؟ في الابزوربشن. مال ابزوربشن او دراجز. في دراجز بتمنع الابزوربشن اوف فوليك اسيد. دواء اسمه ميثوتريكسيت. مفهوم ولا لا؟ يمينه صفيصة بالشهير وراح بعدين ايه تاني؟ الفوليك اسيد وصل للدم، هل ليه كارير؟ فعشان كده الفوليك اسيد بيبقى لوست ان دياليسيس. بما انه مش متشال على بروتين فبالكيلو حجمه ايه؟ صغير. سهل قوي ان العين اللي محطوط على دياليسيس يفقده عن طريق دياليسيس ماشين. فالعينين اللي محطوطين على دياليسيس كلهم عندهم فوليك اسيد ديفيشنسي. وعشان كده اي عيان على دياليسيس تلاقي الدكتور بتاعه كاتب له فوليك اسيد. فاهمين ولا لا؟ اشمعنى ده بالذات بيفقد؟ لان ملوش كارير. البي 12 ليه كارير بروتين، فبالتالي البي 12 بيتشال على بروتين حجمه كبير ما يعديش في الممبرين بتاع دياليسيس. الايرون بيتشال على بروتين ما يعديش الممبرين بتاع دياليسيس. لكن الفوليك اسيد بما انه ملوش كارير بيفقد في دياليسيس. مفهوم؟ النقطه الثانيه بقى ممكن تبقى المشكله ديفكتيف اكتيفيشن. في دراجز تمنع الاكتيفيشن اوف فوليك اسيد زي مشهور الميثوتريكسيت. مفهوم ولا لا؟ يعني بيمنع الابزوربشن وبيمنع الاكتيفيشن. والسوتريب والانتي ايبيليبتكس. مفهوم ولا لا؟ معايا؟ ايه كمان؟ ممكن تبقى القصه انكريز ريكوايرمنتس. مالجنسي. بريجنسي هيموليتيك انيميا زي مين؟ زي بي 12. المالجنسي والبريجنسي والهيموليتيك انيميا في خلايا بريفيتي محتاجه دي ان ايه؟ فمحتاجه فوليك اسيد. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ هنا بقى ليفر سيل فيلير للمخزون كميته ايه؟ قليل. يعني عيان ليفر سيل فيلير اول حاجه تنقص فيه فوليك مش البي 12. الفوليك المخزون بتاعه يكفي شهرين لثلاث. لكن بي 12 سنتين لثلاث. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ طب ده الاتشارج كلينيكال بيتش تيبيكال بي 12 ما عدا سي ان اس مانفستيشن. زي البي 12 ما عدا سي ان اس مانفستيشن. طب الانفستيجيشن تيبيكال مين؟ بي 12 ما عدا. اللي ناقص مين؟ فوليك اسيد. يعني هناك قسنا البي 12 ليفل اي ده واطي. هنا هنلاقي مين اللي واطي؟ مفهوم ولا لا؟ مع ذلك الانفستيجيشن هي هي بس بدل الشيلنج هنحط فجل وتيست. فش فجل بشيلنج. احنا قلنا المره اللي فاتت الشيلنج تيست في بي 12 هنا هيبقى مكانه ايه؟ فجل. مفهوم ولا لا؟ احنا قلنا المره اللي فاتت الفجل بشيلنج لو فاكرين صح؟ الفجل بالشيلنج تيست. فجله بالشيلنج تيست. مفهوم؟ يعني ايه فجل تيست؟ ايه الاخ فجل ده؟ في امينو اسيد اسمه هيستيدين. الامينو اسيد اللي اسمه هيستيدين بيتحول جوه جسمك الى فورم امينو جلوتاميك اسيد. بالنسبه لكم ايه؟ فجلو. والفجلو يتحول الى جلوتاميك اسيد عن طريق الفوليك. وراح ففي تيست كان بيتعمل زمان عشان يشخصوا الفوليك اسيد ديفيشنسي. كان يجيبوا العيان ويدوا له هيستيدين بكميات كبيره. حلو؟ عيان عنده ايه؟ فوليك اسيد ديفيشنسي. ادي له هيستيدين بكميات. الهيستيدين يتحول الى فجلو. لكن هل هيتحول لجلوتاميك؟ الفجلو هيبقى كميته ايه؟ ينزل في اليورين. فتلاقي في الحال ده فجله بكميات كبيره فين؟
كانوا بيشخصوا الفوليك اسيد ديفيشنسي بانهم يدوا هيستيدين، وبعد ما يدوا هيستيدين يشوفوا الفجلو في اليورين، لو لقوا الفجلو في اليورين عالي يبقى عنده فوليك اسيد ديفيشنسي. طبعا سنطن انمو دلوقتي بنقيس الفوليك اسيد ليفل، ملهاش اي معنى ان احنا نعمل تيست. واضح مفهوم؟ التريتمنت هيبقى ايه؟ هديله فوليك، ولو الهيموجلوبين اقل من 7 اديله فايد ار بي سي، ولو هو انجاين او هاف فيلير. في تكة هنا مهمة قوي، بصوا هنا ربنا يستر، ركز معايا. واحد من الشباب اللي قاعدين قال لك بس انا كده ايه فهمت اللعبة. جال واحد من ايبو جايب له سي بي سي سودا، فالشاب لما احبص على مين؟ على الهيموجلوب اللي هو واطي، قال لك هيموجلوبين واطي يبقى ايه؟ انيميا. ضرب عينه على مين؟ كوباسكولار فوليوم لقاه عالي، قال لك مجاله بلاستيك. ومجاله بلاستيك ابو الشفاء قال لك يا بي 12 فوليك اسيد. طب ما نجرب فوليك اسيد ولو العين اتحسن خير وبركة، ما تحسنش نبقى نديله ايه؟ بي 12. الحركه دي كارثه. ليه بقى؟ العيان جالي عنده مايكروسيتيك انيميا، عندنا اكشوالي بي 12 ديفيشنسي، مفهوم؟ لو انا اديته فوليك اسيد بجرب والله لو اتحسن كان بيها، ما كانش هديله بي 12، اديته فوليك اسيد هو ايه؟ بي 12. الفوليك اسيد عشان يحصل له اكتيفيشن محتاج بي 12، وانت اديت عن فوليك اسيد هو ما عندوش ايه؟ بي 12 اللي عنده كميته البي 12 القليل اللي عنده هيستهلك في الاكتيفيشن بتاع مين؟ تقول المانيفستيشن بتاعته. والكارثه ان المانيفستيشن دي سي ان اس، مفهوم ولا لا؟ يعني ما ينفعش يا اولاد شغل الفهلاوه في علاج المايكروسيتيك انيم. عايز تصيع ادي الاثنين مع بعض، ادي فوليك وبي 12 او ابتدي بي 12 لكن ما تبتديش بايه؟ بفوليك اسيد، مفهوم؟ وعشان شركات الادويه عارفاك الفوليك اسيد فيه بي 12 هما حاطين فيه ايه؟ بي 12. قال لك لجاموس هيجرب، ادينا نبقى جاهزين له، فاهمين ولا لا؟ دراسه عن فوليك اسيد فيها بي 12، واضح؟ المعلومه دي مهمه علشان ما تقلبش الغم. في معلومه نفسي اقولها بس يعني بص يا فاكرين الايرون كان فيه ثيرابيوتيك تيست؟ ادينا ايرون ولو حصل ريتيكولوسايتوز يبقى عندها فعلا ايه؟ ايرون ديفيشنس. ما تقوميش يا بابا، ما تقوميش بابا. شكرا حسنا. الايرون كان فيه ثيرابيوتيك تيست ولا لا؟ والبي 12 فيه ثيرابيوتيك تيست. دي بي 12 لو حصل ريتيكولوسايتوز يبقى عندها بي 12 ديفيشنس، صح؟ لكن فوليك اسيد ما فيهوش ثيرابيوتيك تيست. ما ينفعش اجرب فوليك اسيد واشوف النتيجه، لان لو اديت بي 12 والعيان مش بي 12 ديفيشنسي مش هيحصل له حاجه، مش هيتحسن. اي نعم لكن مش هيسوق. ولو عيان اديته ايرون هو مش ايرون ديفيشنسي مش هيحصل له حاجه، مش هيتحسن بس مش هيسوق. لكن الفوليك اسيد لو انا اديته هيسوق، والعيان بي 12 ديفيشنسي هيسوق. فما فيش حاجه اسمها ثيرابيوتيك تيست في الفوليك اسيد، في البي 12 والايرون، مفهوم؟ فاهم حاجه؟ واضح؟ ليه هنا ما فيش ثيرابيوتيك تيست؟ احنا عملناها في الايرون وعملناها في البي 12 لكن ما عملناهاش في الفوليك اسيد، مفهوم ولا لا؟ طيب في عندكم اكيوت ميجالو بلاستيك شايفينها؟ دكتور شفت انا طيب ازاي؟ او ليه يطلع منه؟ هنتكلم على موضوع بقى ان شاء الله العلي العظيم باذن الله هيجي السنه دي، ابلاستيك انيميا. ابلاستيك انيميا لسبب في نفسي عقوب. ابلاستيك انيميا هتيجي ان شاء الله، ان شاء الله السنه دي. اكتب عليها كده ابلاستيك انيميا بون مارو فيلير، هيجي السنه ان شاء الله العلي العظيم.
ولو نطلع يا ابن احس. اه مش انت دفعه الجمر؟ دفعه النساء. لا لا انت دفعت الناس الشهيرة صح؟ انت جاء الامتحان باللغة الهندية. اللي مسكيونا جاء باللغة الهندية. ما علينا. بصوا هنا. أبلاسك أنيميا أو بون مارو فيليا. أبلاسك أنيميا الاسم الثاني بتاعه؟ بون مارو فيليا. ليه اسم ثاني؟ إمتي بلاد إمتي بون مارو سندروم. Empty blood, empty bone marrow syndrome. صح؟ البون مارو فاضي يبقى أكيد الدم فاضي. ما هو ما دام البون مارو ما بيصنعش ما فيش دم. لأن في سندروم تاني اسمه empty blood full bone marrow syndrome. اسمه إيه؟ empty blood full bone marrow hypersplenism. الهايبرسبلينس بياكل خلايا الدم ولا لا؟ فالدم عدد وايه؟ لكن البون مارو از بوليفريتنج بيحاول يعوض. فيبقى امتي بلاد فول بون مارو سندروم هو ايه؟ هايبرسبلينس. امتي بلاد امتي بون مارو سندروم. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ طب والكرتون اللي فات؟ امتحان. عندهم امتحان؟ طب انت بتدفع انا ليه؟ دي ماشي خلاص انا باقي عليك انت بقى المره دي. الابلاسك انيميا او البون مارو فيليا او امتي بلاد امتي بون مارو سندروم بيتقسم لمجموعتين. المجموعه الاولانيه يوني بوتنس. يعني ايه يوني بوتنس؟ يعني في حاجه واحده ما بتصنعش. يعني البون مارو ما بيصنعش اي بي سيز لكن يصنع بليتلتس وايت بي سيز. البون مارو ما يصنعش بليتلتس لكن يصنع اي بي سيز وايت بي سيز. يعني في اليمنت واحد هو اللي ناقص معايا. امتى امتى البون مارو ما يصنعش اي بي سيز؟ دول صلاة النبي بس والله العظيم. دول صلاة النبي والله كنت دوست. ورا انا فرحان. انا حواليك دلوقتي. ده من عناية حال. الاي بي سيز امتى البول مارو ما يطلعش اي بي سيز؟ اولا اشهر سبب. اشهر سبب على الاطلاق هو نقص الاريثروبويتين. الاريثروبويتين بيطلع منين؟ 80% من الكيدني 20% من الليفر. مفهوم؟ يعني هو مين اللي طالع من كدني؟ فالعيانين اللي عندهم كرونيك رينال فيلر مفيش اريثروبويتين يبقى مفيش ار بي سيز بتصنع في البون مارو. مفهوم؟ يبقى اول حاجه هي ايه؟ ناقص ايه؟ الاريثروبويتين في كرونيك رينال. في سبب تاني خلي الاريثروبويتين ناقص. ربنا يفتح عليك الصبح كانوا هيشيلوني. زي ما زميلتكم قالت لي دقيقة واحدة، أنت قلت لنا في البنكوجينيك كارسينوما إنها ساعات بتطلع أنتي ريتروبويتين. فعلاً فعلاً؟ شوري البنكوجينيك كارسينوما بتطلع أنتي ريتروبويتين. فعلاً يا ولد. وفي ورم تاني ورم تاني بيطلع انتي اريثروبويتين. تايموما تايمك تيومر في حلقه من حلقات هاوس شخص التايموما باي بيور ريد سيل ابليسيا اللي ناقص في الدم كان اي بي سيز بس. معايا ولاد ولا لا؟ كان في بايسكل ريسر واحد بيركب عجل وبيسابق. اللي بيركبوا عجل كان بيعالج نفسه بالظبط. لا ما كانش بيعالج نفسه كان مهندس. اللي بيلعبوا حديد بياخدوا حقن هرمونات بياخدوا جوث هرمون بتاع الغوريلا. I'm serious. بياخدوا جوث هرمون بتاع الغوريلا بياخدوا ثايروكسين بياخدوا انسولين بياخدوا ستيرويدز ودي الليجل.
عشان يكبوا عضلاتهم يعني بيلعبوا حديد. اللي بيكبوا عجل مسافات طويله بيعملوا حاجه ثانيه، بياخدوا باكت ابيسيز، ياخد باكت عشان يزود عدد الابيسيز في الدم فيزود الاكسجين للمسلز عشان ما يحصلش بتاع ده سوي فتيك، فيقدر يستخدم عضلاته فتره اطول بقوه. مفهوم ولا لا؟ فبياخدوا الليجل ان هو ياخد ايه؟ باكت ابيسيز. فكانت المشكله ده كان واحد بيركب عجله بيسبق عجل وجاله سنكوب وهو بيجري. بعدين لما ودوه المستشفى لقوا الهيموجلوبين بتاعه كان 11 ونص حاجه كده، وما كانش فيه اي حاجه ابنورمال. هاوس فضل وراه لغايه ما عرف ان هو كان بياخد باكت ابيسيز. طب ازاي تاخد باكت ابيسيز وهيموجلوبينك 11 ونص؟ يبقى كده انت اصلا عيان اصلا بتاع انيميك، والهيموجلوبين اللي انت بتاخده كان اكشولي يا دوبك مخليك نورمال. فاستنتج من كده ان عنده نقص في الار بي سيز، بس الوايت بي سيز والبليتلتس كانت نورمال. ففكر في ايه؟ بيو ريد سيل ابليزيا. العيان ما عندوش رينال فيلر وما عندوش بونكوجينيك، فاستنتج ان عنده ثايموما وعملوا سي تي طلع عنده ثايموما واتعمل له ريسكشن للجيوب. وعلى فكره الثايموما بتعمل حاجه ثانيه، بتعمل مايتينا جريفس. التيومر اللي في الثايموس مش بس بيعمل بيو ريد سيل ابليزيا، بيعمل مايتينيا جريفس سكندري مايتينا جريفس زي البونكوجينيك كارسينوما. البونكوجينيك كارسينوما كانت بتعمل برضه مايتينا جريفس في البايوماليجنال سيندروم. مفهوم ولا لا؟ يبقى ناقص الانتروبويتين احتمالاته يا ولاد. هنا فيجر كونجينيك وثايموما. ممكن القصه تبقى كونجينيتال، اسمه دايموند بلاك فان سيندروم. دايموند بلاك فان سيندروم ده عيان طفل عنده كونجينيتال ريد سيل ابليزيا بلس ترايفالينجيال ثمب. الثمب بتاعنا كام؟ اثنين. هما بيبقى ايه؟ ثلاثة فالنجيز اسوشيشن وعندهم ترايفالينجيال ثمب بالاضافه للبيو ريد سيل ابليس. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ طيب ده الار بي سيز. البليتلتس ناقصها بيبقى كونجينيتال اسمه ويسكوت ألدريخ سندروم. ويسكوت بقى اسمه ويسكوت ألدريخ بالالماني بيتنطق بطريقه ثانيه بس يعني لا مش بس مش الدبليو هي المشكله. ألدريش مش ألدريخ ألدريش بس تقول عادي لما نبقى نحفظ نحفظ اسمه اصلا لما نفكر في النطق. كفايه واسكت واسكت بقى خلاص ان شاء الله عنه قبل ما تحفظ خلاص. الويسكت ألدريخ سندروم ما بيبقاش عنده بس نقص في البليت، بيبقى عندهم نقص في الايمينوجلوبينز يعني ايمينوكومبرومايز. مفهوم ولا لا؟ فاضل الثالث اللي هو نقص الوايت بي سيز ايجيوباثيك او اسمه سجورا هيجاشي سندروم. بالنسبه لكم ايه؟ ايجيوباثيك زي ما توقع ايجيوباثيك. واضح؟ هيجاشي سندروم معني مش دي القصه يعني. الحته دي ام سي كيو، المنطقه دي ايه؟ ام سي كيو. مفهوم ولا لا؟ اليونيبوتنت معايا؟ اليونيبوتنت سؤال ام سي كيو. مفهوم؟ نيجي بقى للبلوريبوتنت. البلوريبوتنت هو نقص الثلاثة إيليمنتس. البلوريبوتنت هو نقص الثري إيليمنتس، نقص في الأر بي سيز والواي بي سيز والبليتلتس. واضح؟ ده اسمه بلوريبوتنت. ناقص في الثلاثة ار بي سيز واي بي سيز اند بليتس. الايتيولوجي في الفلوري بوتل اول كلمه تطلع من بقك ايجيوباثيك. اول كلمه تطلع من بقك ايه؟ مسؤول عن 50% من الحالات. 50% من الحالات از سيب اللي في ايدك وبص لها. ايجيوباثيك يعني مش معروفه ايه؟ بس هما ناقصوا حاجه. دول العينين دول لما بياخدوا
العين دول لما بياخدوا امينو سبريس بتاعي بيتحسنوا. العين ده لما بياخد امينو سبريس بتاعي بيتحسن. Which means ان هو ايه؟ اوتوميو. صح؟ طيب الاميون سيستم يا بي لينفوسايتس يا تي لينفوسايتس. البي لينفوسايتس بتشتغل عن طريق ان هي بتطلع انتي بوديز. مش كده ولا لا؟ ما لقوش انتي بوديز. يبقى المشكلة فين؟ يبقى المشكلة بقت في التي لينفوسايتس هي السبب. هل شفنا التي لينفوسايتس وهي بتهاجم البون مارو؟ لا، عرفناها باي ريفرنس بالاستنتاج. العين ده بتحسن بايه؟ ايميون سبريس بي اوتو ايميون. يعني الايميون سيستم بيهاجم البون مارو. المشكلة يا بي يا تي. بما ان البي بتشتغل بانتي بوديز وما لقيناش انتي بوديز، يبقى المشكلة فين؟ ودي هتفرق معانا في التريتمنت. العيانين دول عندهم مشكلة ان التي لينفوسايتس بتعمل سبريشن للبون مارو. مفهوم ولا لا؟ في عندهم اوفر اكتيفيتي اوف سبريسور تي لينفوسايتس. واضح؟ يا باشمهندس ايه؟ ده الايديوباتي وده مسؤول عن بعد كده اثنين دراجز. دي مسؤولة عن 30% من الحرائق. اول سببين مسؤوليه عن كام؟ 50 5 على 3 يبقى 8. التوتال يبقى كام؟ الدروجز مسؤوله عن 30%. بصوا معايا الدروجز اللي بتعمل بول مورفين الانتيز. بس ابص ايدك ما تكتبش في الامتحان ايه؟ انتيز. انتي بايوتكس زي كلورامفينيكول ده مشروع انتي بايوتك شهير جدا، بيعمل ليوكيميا وبيعمل بون مارو فيلير وبيستخدموه كتير قوي الجنرال براكتيشنرز للاسف الشديد في الاطفال. ده كان تتخيل معايا عشان رخيص. ثايفينيكول بيستخدموه بالهبل. واضح؟ انتي بايوتكس. انتي ثايرويد في دواء اسمه نيوميكازول كان يعمل جرانيولوسايتوبينيا وابلاستيك. لكن ده دي حاجه ودي حاجه، ده جراحه ودي بطنه. ولا حد يعرف حدود الانتي ثايرويد دراجز زي نيوميكازول، انتي مايتوتكس اللي هو كيموثيرابي، انتي ايميتكس في غلطه ميتوكلوبيرامايد مش كلوبيرامايد، ميتوكلوبيرامايد اللي هو البريمبران، الانتي ايميتك الشهير اللي اسمه ميتوكلوبيرامايد. مفهوم؟ طيب دول مسؤولين عن 80% من الحالات. فلازم تبتدي في الكوزز بدول. اول حاجه يتقال دول. واضح؟ بعد كده بقى بقيه الاسباب. بصوا لي هنا الايديوباتيك تفكرني بالايات. الايديوباتيك هتفكرني بايه؟ بالايات. يعني ايه الايات؟ انفكشن ميلياري تي بي. لو ضرب البول مارو يعمل لك بول مارو فيليا. هيباتيتس دي معلومه قليل منكم يعرفها. كلكم فاكرين هيباتيتس بيضرب بالليفر بس. لا، الهيباتيتس بيضرب بالليفر والكيدني والبون مارو والبلورا. واضح؟ ولما ناخده ان شاء الله هنعرف. الهيباتيتس بيعمل جلوميرولو نيفرايتس. الهيباتيتس بيعمل ارثرايتس. بولي ارثرايتس نودوزا. مفهوم ولا لا؟ يعني انا قصدي مش بس بيضرب الليفر. واضح؟ من ضمن الحاجات اللي بيعملها بيعمل بون مارو فيلير. مفهوم يا باشمهندس ولا لا؟ صح يا مولانا؟ طيب الحاجه الثانيه غير انفكشن الريديشن. ازاي الريديشن يعمل بول مارو فيلير؟ مين عيان اللي يجي له بول مارو فيلير من الريديشن؟ لا مش اي كانسر. عشان يحصل بول مارو فيلير لازم تبقى عامل الريديشن هول بودي. فاهميني ولا لا؟ لا، انتوا خدتوها مانتا. ايه؟ لنفوبا.
مش خدته هوتشكن؟ مش كان فيه واي؟ واي لفوق واي لتحت؟ مانتل مانتل ايريديشن خطوة في جراحة الواي كان بي السيربايكل و بياخد ميديسينا ولا لا وسلين والانفيرتد كان بياخد السيلياك ليمف نودز والانجوينا ماشي مش اي كانسر بيبقى الاريديشن بتاع الليمفوما او واحد اتعرض لقنبله نوويه هيروشيما وناجازاكي في المنوفيه اوكرانيا حصل فيها تشيرنوبل عمل ابلاس سكنيه برضه للناس اللي حوالين منطقه المفاعل النووي يبقى انفكشن وايريديشن اميونولوجيكال سيستميك لوبس معايا اميونولوجيكال سيستميك لوبس انفلتريشن اوف ذا بون مارو ممكن البون مارو يبقى انفلتريتد باي ابنورمال تيشو زي لوكيميا لينفوما فايبرس تيشو يسموها مايلو فايبروسس لو حصل انفلتريشن البون مارو باي ابنورمال سيلز مش هيبقى في مكان للنورمال سيلز واضح اسم البون مارو ايه انفلتريشن ليها اسم اسمها مايلو فيتيك انيميا لو حاب يضربك في الامتحان يقول لك ايه ديسكاس مايلو فيتيك انيميا هتقول له ولا حاجه مايلو فيتيك انيميا هي ايه بون مارو انفل بعد كده تروح متكلم على الابلاس انيميا مفهوم ولا لا لو حاب يضربك ما يقولكش كيف تتكلم عن الابلاس يقولك تتكلم عن مايلو فيتيك انيميا مايلو فيتيك انيميا معناها بون مارو انفلتريشن وبعد كده كلينيكال بيكتشر وانفستيجيشن وتريتمنت هي بتاعت مين ابلاس مفهوم ولا لا فمايلو فيتيك وتلف في وشه ارتفع بعد كده في انهيرتنت اكيد يعني ما حدش عنده غازات هيبقى عامل كده يعني بس بشوف الدنيا فيها ايه لا مش ابني انا ما اكيدش اكيد انا مش متخيل ان الصوت ده انهيرتد انهيرتد فانكوني ابلاسيك انيميا الفانكوني ابلاسيك انيميا تعال عنده بون مارو فيلر الطفل عنده بون مارو فيلر وعنده ابسن ثمب انا مش عارف ايه العلاقه بين الصباع الكبير وال ابيسيس كل ما الابيسيس تطلق الصباع ده يطير يعني في دايموند بلاك فان سيندروم كان دراي هنا ابسن ثمب وعندهم حاجه اهم عندهم كروموزومال بريكس فبالتالي عندهم هاي انسيدنس عندهم كروموزومال بريكس فبالتالي عندهم هاي انسيدنس اوف ليوكيميا انا قلت لهم الصبح ايه العلاقه بين الليوكيميا او العلاقه بين المالجنسي والحاجات دي اللي انتوا حافظينها انتوا حافظين ان المالجنسي بيحصل نتيجه ليه infection صح ولا لا infection خدته في النساء herbs بيعمل كانسر سيرفكس صح ولا لا والجلدز يشم بيعمل مالجنسي ولا لا مش دي نفس الفاكتورز اللي انتوا جينيتكس كوكو دايت كوكس اي حاجه اللي هو الانجليزي وبتقولوه خلاص لكن ازاي ازاي الفيروس يعمل مالجنسي ميوتيشن اوف الجين بيعملوا ميوتيشن وبعدين برافو عليك واحدة من زمايلكم عارفاها الحمد لله بصوا ولاد انا هقولها لكم دي ما بتجيش في الامتحان ده الطب من اجل الطب ازاي الانفكشن وازاي المالجنسي يعني سوري الريديشن
وزي drugs أو toxins تعمل malignancy. بصوا لك القصة بتبتدي بس ان احنا نحط basics معينة. سيادتك صباعك الكبير في كم كروموزوم؟ الخلايا بتاع الصباع الكبير 46. والبرين في كم كروموزوم؟ 46. طب ليه الصباع الكبير ما بيفكرش؟ ليه ما هوشوش يفكر؟ كروموسومات الموجودة في الليفر 46 اللي موجودة في البرين 46 ليه البرين ما بيطلعش بايض؟ ليه البرين ما بيطلعش قلب؟ ليه الليفر ما بيفكرش؟ بصوا القصة ببساطة شديدة كأنك بالظبط عامل كتاب فيه كل وظائف الدولة، واضح؟ والكتاب ده وزعته على الوزارات، وزارة الزراعة جت تفتح الكتاب لقيت الكتاب كله متدبس ما عدا الجزء بتاع وزارة الزراعة. يعني عندها الكتاب كله بس مش قادرين يقروا غير الشرط الخاص بيهم. وزارة الخارجية فتح الكتاب لقيت كله متدبس ما عدا الشرط بتاع وزارة الخارجية، هم عندهم الكتاب كله بس مش قادرين يقروا غير الجزء بتاعه. الكروموسومات موجوده في كل السيلز، الزب كل السيلز ده مين ده؟ شبح السيلز بتاعت اي اورجان فيها كل الكروموسومات، واضح؟ لكن بصوا لي الجين بتاع التفكير، الجين بتاع الذكاء مثلا، الجين ده موجود في البرين وموجود في صباعك صغير ماشي، موجود في صباع صغير ليه لا؟ بس مش دي مشكلتنا. يعني الجين ده موجود في صباعك الكبير وموجود في البرين. الجين ده قبل حته دي ان هي اسمها البروموتر، حلو؟ البروموتر دي عامله انهبيشن للجين، عامله ايه؟ في حاله الصباع الكبير البروموتر عامل انهبيشن للجين، فالجين ما بيشغل مش شغال، صباعك الكبير ما بيفكرش. حاله البرين بقى في بروتينز بتمسك في البروموتر تعمل انهبيشن للبروموتر، يوم الجين اشتغل. مفهوم؟ البروتينز دي موجوده في خلايا البرين لكن مش موجوده في خلايا صباعك الكبير. المشكله اللي احنا مقابلها لغايه دلوقتي ومش فاهمينها، البروتينز دي المسؤوله عن تصنيع جينز، الجينز دي ليها بروموتر بيشتغل عليها بروتين، البروتينز دي ليها جينز مش ليها القصه فين بدايتها؟ وي هاف نو ايديا. مفهوم ولا لا؟ طيب ايه علاقه ده بكلامنا؟ في حاجه اسمها اونكو جينز، سمعت عنها؟ الجينز دي بتعمل ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلي لنا جينز عشان تعمل لنا تشومرز؟ عشان الاوتوس وصدق عشان انا بسال سؤال، الاوكو جينز دي لما بتشتغل بتعمل لك تيومر ولا لا؟ وربنا سبحانه وتعالى خلي لك جينز عشان تعمل لك اورام؟ لا، الجينز دي اساسا شغاله انترا يوتراين، وبعد ما سيادتك تتولد بتقع. يعني مثلا في ولد اسمه هيتروبلاستوما في رمض كان ليه جين اسمه هيتروبلاستوما جين، صح ولا لا؟ الريتروبلاستوما جين انترا يوتراين مسؤول عن تصنيع الاتريوم بتاع الهارت. يا نهار اسود. وبعد ما تتولد يوقف، لو اشتغل يعمل لك ورم في العين. بلاش. مثال تاني انتوا تعرفوه، الفا فيتو بروتين ده بيطلع في العيان اللي عنده ايه؟ هيباتشيلوكوسي، مش كده ولا لا؟ الالفا فيتو بروتين انترا يوتراين هو الفيتس البيومين. البيبي ما بيعملش البيومين، بيعمل الفا فيتو بروتين ولو بيقوم بوظيفه البيومين. بعد ما يتولد الالفا فيتو بروتين يقف ويطلع مين؟ الالبيومين. لو الالفا فيتو بروتين جين اشتغل يعمل لك هيباتشيلو كارسينوما. مفهوم ولا لا؟ اي اوكو جين بيبقى قبليه حته بروموتر عامل له انهبيشن بعد ما يتولد، صح ولا لا؟ لو حصل فيروس انفكشن ساعات الفيروس يحقن الدي ان ايه بتاعه فيجي هنا ما بين الاونكوجين وما بين البروموتر كده، البروموتر مش قادر يعمل
يمكن أنكو جين يشتغل ويعمل أقوال does that helps يعمل قوام في السيربكس. لو حصل في الفانكون بريك ما بين الأونكوجينز والبروموتر بتاعها الأونكوجين يعمل لنا تيومر اللي هو الليوكيميا. معايا ولاد ولا لا؟ لو عيل اتعرض للريد الريديشن بيعمل كروموسومال بريكس. لو حصل كسر ما بين البروموتر والأونكوجين الأونكوجين يشتغل ويعمل لنا ورم. حد فيهم حاجة؟ يا ولاد عشان انتوا حافظين الريسك فاكتورز من غير طيب تاني نرجع لكلامنا. انا اسف سامحوني يا ولاد ما كانش قصدي والله. انت عارف انت فين يا ولد دلوقتي؟ في الفنكون. نرجع لكلامنا تاني. الاباصي قال لي اشهر سبب ليه ايه؟ سمع معايا الله يرضى عليك. اجوبات يليها اجوبات تفكرك بيه انفكشن الريد ايش اميونو لوجيك انفل وانهيرت الدراجز تفكرك بالتوكسنز. ايه اشهر توكسن يعمل لك اضاص انيميا؟ البنزين. تقول لي دي احط يعني ايه بنزين؟ هيتعرض البنزين ازاي يعني؟ ايه؟ اوكيوبيشن. يعني واحد بيشتغل في بنزين يعني؟ لا لا حضرتك شبابين الكولا. سمعتوا عن الكولا؟ التشرد الاطفالي. وشه زي فردد؟ يا وش؟ الكولا دي هي الغيرة بتاع الخشب. عارفين الغيرة؟ الاطفال الشوارع يحطوها في كيس يشموها ليه؟ بتاع الجزم برضه. الوضع من الشباب ليه خبره هتلاقي ليه مصادر تانيه. المهم الفكره في الموضوع ان الطفل بتاع الشوارع لما بيشم الكل بيحس انه دايخ فهو فاكر ان دي الدماغ وبيسمع عن حاجه اسمها بيعملوا دماغ فهو فاكر دي الدماغ ان هو يبقى ايه؟ دايق فيقعد يشم في الكلى عشان يدوخ. ما بهزرش والله. الكلى اللي بتعمله هي بتدوخه بس. الكلى بتعمل بيرمننت برين دامج حتى بيبقى باين عليهم زي ما قال لك بالظبط في الفيلم قال لك وشه زي فردد اتجوشت بالظبط بيبقى تنح كده وقاعد قدامك متنح اللي هو ماسك فيس عارفه؟ الواد تنح كده ما دام كتر شاب الكله لما بتعمل بيرمننت ممكن نقف في لحظه ونقول خلاص وكده بنتوب لكن لو فضلنا بكده بتعمل بيرمننت برين دامج وهتبقى منظرك مختلف تماما. الكله بالاضافه ان هي بتعمل بيرمننت برين دامج بتعمل ليوكيميا بتعمل ابلاستيك انيميا مفهوم ولا لا؟ القصة مش بسألة بس ان هما بيشربوا كل ان دي بتخليهم دواخين والكلام ده لا القصة ليها ابعاد تانية بيعملوهم بون موفيل ماشي؟ طيب يبقى دراجز فكرتني بالتوكسس فاضل اتنين باوكسيزما النكتورنا الهيموجلوبينوريا يعني ناخدها المرة الجاية ان شاء الله يا بكرة بس واحدة والتانية ابلاستيك كرايسيس اوف هيموليتيك انيميا ودي هناخدها بكره ان شاء الله برضه. فاضل باكزوزما النكتورنا الهيموجلوبينوي وابلاستيك كرايسيس اوف هيموليتيك انيميا. خد بالك الابلاستيك كرايسيس اوف هيموليتيك انيميا تعمل حاجتين يا بتنقص الاي بي سيز بس يا بتنقص كله. مفهوم ولا لا؟ يعني اما تعمل بيو ريد سيل ابليزيا يا بتنقص كله. مفهوم ولا لا؟ عايزين نسمع الكوزه الله يرضى عليك. اول واحده ايه؟ لو النبي الله يرضى عليك سمع معايا الله يكرمك. اول واحده ايه؟ وبعدين الاجابات اللي تفكرك بايه؟ انفكشن انفيشن ايمونولوجيكال انفل وانهيرتد الدراجز فاضل اثنين بروكسيسما نكتونا هيموجلوبينوريا والابلاستيك كرايسيس. الحته دي يجي لك فيها سؤال
الكوز بتاع الأطلس الأنيمي يجي لك فيها سؤال صغط enumerate the causes of pancytopenia. enumerate causes of هتكتب دول plus hypersplenism و B12 و folic acid deficiency. لو قالك enumerate causes of pancytopenia هتكتب دول plus plus ايه؟ هايبرسبلينيزم وبي 12 وفوليك اسيد ديفيشنس. مفهوم؟ بلس بي 12 وفوليك اسيد ديفيشنس. واضح؟ طيب تفتكروا ليه العيان عنده ابلاستيك انيميا ايه كلينيكال بيتشر بتاعه؟ اول حاجة عنده ايه؟ فوب بي موافقون. اتنين نقص البليدس يعمل ايه؟ بليدنج تنزل. تلاتة نقص الوايت بيسيز اذا ما العيال بين فوق يبقى نقص الوايت بيسيز فوب بي نقص البليدس بليدنج تنزل نقص الوايت بيسيز انفكشن. بس الانفكشن هنا ليه مميزات. اولا الانفكشن في العينين دول بيبتدي في الارياز اللي فيها اوريدي بكتيريا يا سكين اول كافيتي معايا يونا تراكت انتستين الارياز اللي اوريدي فيها بكتيريا ده رقم واحد. واضح؟ ثانيا اكيد الانفكشن هيبقى سيفير ولا لا؟ اب تو سيبسس. ثالثا هايبوثيرميا مفيش بايلوجينز ما انت ما عندكش نيوتروفيلز يعني تخيل سيبسس ويد هايبوثيرمي مفهوم؟ مفيش بايوجين ريليز ومفيش باس. الباس معناها ديد وايت بيسيز. The infection characteristic in this patient occurs in areas that already have bacteria up to septic shock. In this sepsis, they do not have fever. They have accept the hypothermia. There is no pus. The last thing is that the organism is an opportunistic organism. It's an organism that is not an animal, it's a fungi. زي نيوموسيستيتس كيرنياي opportunistic organism. Finally your patient will have the clinical picture of the underlying. Now investigation هنعمل ايه؟ قول معايا يا ولاد هيموجلوبين سامع ار بي سيز هيماتوكيت ايصال نوعها ايه؟ نوموسيتك. يبقى الميكو باسكولار فوليوم والميكو باسكولار هيموجلوبين ميكو باسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن واضح؟ تعالين البليتلتس قليل الوايت بي سيز في كلمه لو ما قلتهاش هتبقى مش ذيرز نو ريتيكولوسايتس ذيرز نو ريتيكولوسايتس. انا قلت لكم قبل كده الريتيكولوسايتس هي علامه البول ماور اكتيفيتي مفهوم ولا لا؟ There is no reticulocytes. واضح؟ Finally, you have to investigate the cause. Is there? Bone marrow aspirate ولا biopsy؟ Biopsy. Biopsy. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الاسبيرت تاخد بارت معين مش لازم تاخد البارت كله انما في بايوبسي بتاخد حتى مرتين. طيب نترجم الكلام ده بص معايا. البول ماور اسبيريشن انك تجيب ابره اندر لوكال انستيزي وتخش في الاسترما وتصفر ده اسبريت. بول ماور بايوبسي ان اندر جنرال انستيزيا اندر جنرال تفتح على الايليا كريست وتاخد منها ويدج حده مفهوم ولا لا؟ ده بايوبسي وده ايه؟ الاسبيرين بنبتدي بيه في العينين دول لو دخلت بالابره في العينين دول في 80% من الحالات
تشفط ما يطلعش معاك حاجة. دراي تاب والموقع كافيتي فاضي، فهتسعى مش هيطلع معاك حاجة. ساعتها هتعمل البايبسي بقى، هتبص تحت الميكروسكوب هتلاقي كافيتي يا اما مليان فايبرس تيشو يا اما فوس سيلز. مفهوم ولا لا؟ In 80% of cases this dry tap. اخش بالابره اشفط ما يطلعش حاجه، فطلع اعمل بول ماو بايبسي. بول ماو بايبسي هيوريني ان الكافيتي فيه فايبروسس، كافيتي ما فيهوش سيلز، انا بشوف تحت الميكروسكوب الكافيتي، انا واخد ويتش. مفهوم ولا لا؟ واضح دكتور؟ طب ضبيع معايا كباتن ولا لا؟ طب ضبيع راح حضرتك يرفعوا ايديكوا، انتوا مش قاعدين في قهوه. اسف investigation قلناها، هنعالج ازاي؟ نشوف اللي ناقص ونتعامل معاه. ناقص الاي بي سيز، ندي ايه؟ باكد اي بي سيز. او ايه رايك ندي حاجات تستيميليت البون ماي وطلع اي بي سيز؟ زي اريثروبويتين او اندروجين. فاكر احنا قلنا في مينز ما عندهاش دم؟ ليه؟ مش ما عندهمش؟ وقلنا هيستخدم الاندروجين في علاج الاقباص الانيمي، مش كده ولا لا؟ يبقى تدي اندروجين او اثروبويتين او كورتيكوستيرويدز. الكورتيكوستيرويدز بتزود الاي بي سيز بدليل ان عين الكوشين بيبقى عنده بلترا، صح ولا لا؟ مفهوم؟ طب ده ناقص الاي بي سيز، هندي باك اي بي سيز او نزود تصنيع الاي بي سيز. طب ناقص البليتلز، ادي بليتلز، اودي دواء مش مكتوب عندك اسمه دانازول، خدتوه في الناس ده انابوليك ستيرويد يزود البليتلز. واضح؟ طيب ناقص الوايت بي سيز هتعامل معاه ازاي؟ ادي وايت بي سيز. لا ليه؟ يا ولاد العيال ده عنده الوايت بي سيز ناقصه ولا لا؟ ادي له وايت بي سيز. لا ليه؟ برافو عليك. زي ما زميلتكم قالت لي دلوقتي لو انت خدت وايت بي سيز مني وانا قلتها لك انت خدت منها وايت بي سيز وانا قلتها ليه؟ الوايت بي سيز بتاعتها هتعتبر الجسم بتاعي انتجن وتهاجمه، بيسموها جرافت فيرسس هوست. واضح؟ ما ينفعش تدي الواي بي سيز، لكن ممكن تدي امينو جلوبولينز، انتي بوديز، انتي انتي فانجر، انتي فايرال، انتي بايوتكس. واضح؟ اودي ده يزود الواي بي سيز. ايه الدواء اللي دي يزود الواي بي سيز؟ زمان في دواء كنا بنستعمله وانتوا هتستعملوه كلكم اخر السنه، اسمه ليثيا. دواء very common to be used by students في سنة سابقة. ده انتي سايكوتيك. نعم؟ ليجا بقى. لا هتستعملوه دلوقتي. هو في احلى من الدماغ اللي انتوا فيها، ربنا يبعد لكم فيها اولاد. والله العظيم كلنا بنحقد عليكم. الطعامه اللي انتوا فيها نو ضمير، مفيش ضمير خالص. اكتر حاجه فيك هي الضمير في الدفعه بتاعتكم الضمير. يعني انت معتبر ان ده اعلى ليفل الضمير يعني. اوكي anyway. هل واحد منكم لما بنخش مذاكر الورق بينام وهو يعني متضايق ولا بينام عادي؟ عادي. يعني هل ده بينقص عليك نومك؟ خالص. يعني افرض ان انت سايب مثلا 3 4 دروس ما ذاكرتهمش. بس قال لك بس ده انا طيب هتروس ده انت غلبان وبتنام عادي صح؟ انا ولا بتنزلك شعرايه؟ ده الضمير بقى، هو ده الضمير. يبقى كده لا
لا يا ابني المفروض ان انت تحاسب نفسك اكتر واحد في الدين. اقسم بالله لو ما تعودت تحاسب نفسك اقسم بالله ما حد هيعرف يحاسبك، لا انا ولا غير. انت عندك مبدا ربنا خلق لنا ودينتين ليه؟ على الدخل وعلى الطلب. فانتوا مهما حد هزقكم وبعدين انتوا خلاص جسمكم تنح. هذا هذا على بعد جت عليك ما كله بهذا، في الغرب بنتهزى، في الشعب بنتهزى، وفي الدرس بنتهزى، عندك احساس المرتبه كله بيتنطط عليك، مش كمان شقه معاك. لكن الوحيد اللي ممكن يوصل بيك وانت، انت الوحيد اللي تحكم على نفسك، وانت الوحيد اللي تقدر تحاسب نفسك. وصدقوني الفتره اللي جايه دي اللي مش هيبقى قوي قوي هيداس، مش علشان امتحانات، in general in life الكومبيتيشن عالي، الكومبيتيشن في كل حاجه عالي، والبني ادم اللي ما بيبقاش بيلمع في مجاله بيختفي. بيبقى فانش. ياما اساتذه في الكليه، اساتذه في الكليه عياداتهم بتنش ما بيشتغلش عيان، واحد تاني في وزاره الصحه مش في الكليه ولا مين، وعيادته بتقفل الساعه 3 الفجر بيقفلها من كتر التعب، يعني من كتر الشغل، ملهاش علاقه خالص. ده شاطر، ده حمار، الظروف خلت ده يتعين وده ما يتعينش في الكليه، ظروف صدفه. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيدي كده على قد الشغل. ده تعب وطلع عينه وعايز يعلم نفسه وقعد يتنطط في 100,000 حته وقعد يسمع ده وده وده، ويروح المستشفى الفلانيه ويحضر ويروح يبات في الحته الفلانيه عشان يتعلم تكنيك جديد و و و. تفتكر ده ربنا هيديله زي التاني؟ نو واي خالص. في ولاد اساتذه في الكليه بتعينوا ولا لا؟ عيادته بتنشف. وفي ولاد اساتذه شغالين زي الفل، في ابن استاذ بيتعلم كويس وبيدرس وبيذاكر و و و، واحد تاني معتمد على ابوه، اللي معتمد على ابوه ده بيطير، يعني ابوه هيوصله وهيعينه وبعدين وابوه هيجي يشتغل له شغله. في حين في المقابل في ابن استاذ قال لك لا ابويا ممكن يساعدني لكن انا لازم اتعلم كويس، وابوه بيضربه بالجزم عشان يتعلم كويس، بيضربه على دماغه في بيته عشان يتعلم عادي، بيمسح بيه الارض. ده هيتخرج ويقعد في الكليه، اي نعم، بس هيفتح عياده ويشتغل كويس. والتاني اللي معتمد على ابوه بس صدقني هيسطح ان شافه شويه. ومش كل حاجه في حياتكم تبقى اخزار. نخلي عندنا دم، ولو ناقص في بنك دم في قصر عين التجوز. التجوز في بنك دم هنا، واخد لكم كيسين. شوف بتكلم في ايه وانا الهوا. قاعدين بيهزروا مع بعض، انا يا عم سيبك منه، انا هيقرفونا بقى في عيشتنا، خلينا في القعده النهارده هنسهر فين يابا؟ تتحرق. مفيش دم. زفت. الواي بي سيز هنزودها بايه؟ ليه؟ الدواء ده دواء انتي سايكوتيك رائع بس ليه سايد افكتس كتير. فبطلنا نستعمله، ايه البديل؟ قال لك بص سيادتك، لما بيجي لك انفكشن، لما بيجي لك انفكشن بيحصل لك ليكوسايتوز ولا لا؟ ليكوسايتوز بيجي لك ليه؟ علشان لما بيحصل انفكشن الماكروفيجز اللي تاكل الاورجانيزم وتطلع حاجه اسمها، عشان تروح تنادي اخواتها ايه؟ الصيع اللي هم واي بي سيز. السايتوكاينز اللي بتطلعها الماكروفيجز بتروح للبون مارو تقول له طلع علينا واي بي سيز في انفكشن. فاحنا استغلنا الموضوع ده ان احنا عملنا ايه؟ صنعنا السيتوكاينز دي بالجينيتيك انجينيرنج، وبقينا بنستخدمها عشان نزود الواي بي سي. مين السيتوكاينز دي؟ حاجه اسمها جرانيولوسايت ماكروفيج كولوني ستيميليتنج فاكتور. اختصار جرانيولوسايت ماكروفيج كولوني ستيميليتنج فاكتور.
وفي جرانيلوسايت كولون ستيمولاتنج فاكتور. في جرانيلوسايت كولون ستيمولاتنج فاكتور ده اسمه في السوق نيبوجين. معايا الدواء ده بقى فيري فيموس في عينين الاونكولوجي. زمان اقول لك كان عندنا مشكله رهيبه عين المالجنسي لما ندي له كيموثيرابي يجي له بون مارو فيل فبيضطر يوقف كيموثيرابي. دلوقتي ده بيديله فرصه ان انا انت كيموثيرابي وادي العين الدواء ده عشان استبدل البون مارو واكمل بالكيموثيرابي بتاعك. مفهوم؟ يبقى تريتمنت لغايه دلوقتي ار بي سي زدنا ايه؟ بلاش اسمعوا كامل يا اولاد ما تنطقوا معايا باك دي ايه؟ او نادي ايثروبوتين اندروجين او كوتيكو بليتلز دانازول او بليتلز الوايت ديزيز انتي بايوتيك انتي فونجر انتي فايرال وايمينوجلوبين اودي ليثيوم او جرانيلوسايت كولوني ستيميليتنج او جرانيلوسايت ماكروفيج كولوني. فاضل نعالج الكوز. اشهر كوز ايه؟ يتعالج ازاي؟ ايمينو سبريسر سايكلوسبورين او اسمع دي انتي تي لينفوسايتس ايمينو جلوبولينز انتي بودز ضد لان احنا بالاستنتاج عرفنا ان المشكله فين. انتي تي لينفوسايتس ايمينو جلوبولينز او بيسموها انتي ثايميك ايمينو جلوبولينز. مفهوم ولا لا؟ انتي بودز ضد مين؟ لو المشكله دراجز هوقف دراجز واضح. طب لو مش عارف اعالج السبب بول مارو ترانسبلانتيشن. السؤال بقى ازاي بنزرع بول مارو؟ هي عشان انا عايز اعرف بعرف يعني انا عندي دلوقتي عيل عايز ازرع له بول مارو. هو سؤال بسيط قوي خدت بول مارو من الدور ازاي اسرعه في البيشنت؟ فاهم؟ جميل وبعدين؟ برافو عليك. بصوا عشان بس انا فاهم انتوا خيالكم مريض شويه. ففي ناس متخيله البول مارو ترانسبلانت انك تاخد بول مارو من دونر وتيجي على الريسيفر تروح فاتح العظم وقافل صح؟ يعني تفتح فيمر تنطر شويه فيمر ساعه وتحط فيها شويه استنوم شويه وتقفل صح؟ مش كده يا ولاد ولا لا؟ لا يا بابا انت بتاخد البول مارو من الدونر وتعلقه انترافينس للريسيبيانت. يس كيس دم متعلق انترافينس الستيم سيلز تمشي في الدم تلاقي البول مارو تروح قاعده فيه هي عارفه مكانها عشان بس الخيال المريض بتاعها. لان انا قابلت المشكله من 5 سنين كان في طالب من قاعدين كده فبتكلم عن الريجكشن اوف ذا كيدني ريجكشن في حالات الترانسبلانت فلقيته بيقول لي حضرتك ازاي يحصل ريجكشن للاوجن واحنا مخيطين الوند. والله العظيم ما بهزر. قلت له يعني ايه؟ انا مش حضرتك بتقول ريجكشن يعني المفروض ينفذ الاوجن؟ قلت له اه. قال لي هينفذوا ازاي واحنا قافلين الكرك؟ طلع الجهاز ما فاكر ايه بقى؟ ان ريجكشن معناه العيان يصحى يلاقي كدني نايمه جنبه. الجسم لفظها. فعشان كده في حاجات انا كنت فاكرها بديهيات طلعت غلطان تمام. يوميها جالي شيست بين وكانت مشكله. فاحنا هناخد بول مارو ترانسبلانت كموضوع لوحده بس يعني مبدئيا بس عشان ايه؟ عشان خيال المريض بس. واضح؟ مش عمليه ولا اصلا هي مش سيرجري. احنا بنعلق كيس الدم اللي هو البول مارو. البول مارو بنعلق كيس دم ويمشي في الدم استمسس تروح للبول مارو وتعطي. بس بعد ما نحرق البول مارو بتاع العيان يعني. دي لا قصه هناخده في البول مارو ترانسبلانتيشن بالتفصيل. واضح؟ لا البول مارو هنتكلم عنه في التفصيل ساعتها. لا
هي سايتوكاينز. لا يا بابا السايتوكاينز انواع يا بابا. في انترليوكينز انترفيرون ده كتير السايتوكاينز كتير. في ناس بيعملوا في سايتوكاينز كارد سبريشن للاي ريليس بالترانسفيرين. اوكي معاك كمان تاني؟ لا لما بعمل بون مع ترانسبلانتيشن الاماونت بيبقى قد ايه؟ ولا مفيش ولا؟ انا مش قلت البون واحد نتكلم عنه بعد كده لما نتكلم عنه بعدين مفهوم ولا لا؟ خليكم معايا بقى دلوقتي هنتكلم على حاجه ثانيه هنتكلم عنه بالتفصيل ممل نظبط لساعتها بقى. ده بالنسبه للابلاس يعني ما اكتب عليها مهمه جدا 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 ابص لي. نعم اكيد اكيد هنا قصه قلب كتير وايب سيز كاونت قليل جدا اكيد يعني بصوا لي هنا بقى. نعم ايه افرض ان انت دخلت بايبه وطلع معاك لوكيميا سيلز يبقى عرفت السبب خلاص. وليد عدد العيان الانفيزيف بروسيجر مش كده ولا ايه؟ طيب اذا كان عندك اذا كنت بتفكر بكده ليه بتعمل سي تي قبل ما تفتح الابدوم وتشوف ايه اللي بتعب العيان؟ ليه نقعد نعمل سي تي وسوماي وكلام فارغ؟ افتح بص في ايه وافتح. دايما بنبعد عن البيت. طيب بص الموضوع الجديد اللي هتساعدونه فيه بعمر هيموليتيك انيميا هتساعدوني فيه بطريقه غير طبيعيه لان بالنسبه لكم الموضوع ده تافه تفاهه الانفيا هيموليتيك انيميا لان انتوا خدتوه في الاطفال لما اتعميت واتحدتوا فيه في الارض. في ناس سافر على هيموليتيك انيميا على فكره. ثلاسيميا ميجر. ثلاسيميا ميجر. وده بيحصل اخر سنه على فكره وبيسالك في الهيماتولوجي. يعني تخيل الهيماتولوجي بيبقى عملي. ماشي يا ولاد؟ بصوا لي هنا. يعني ايه هيمولست بس؟ الار بي سيز بتعيش 120 يوم واضح؟ كلمة هيمولوسيس is shortening of the life span of the RBCs يعني الار بي سيز تعيش اقل من 120 يوم بس خدوا بالك في فرق بين كلمة هيمولوسيس وهيموليتيك انيميا يعني ايه؟ الار بي سيز النوم اللي بتعيش كام؟ لو عاشت 90 يوم يبقى هيمولوسيس ما يحصلش انيميا ليه؟ البون مارو هيبروليفريت ويعوض الخلايا اللي اتكسرت بحيث العين ما يبقاش انيميك بس عنده هيمولوسيس. طب 70 يوم هيمولوسيس. طب 40 يوم هيمولوسيس. امتى العين يبتدي يبان عنده انيميا؟ لو الار بي سيز عاشت اقل من 20 يوم يعني من 20 ل 120 اسمك هيمولوسيس. اقل من 120 سوري اقل من 20 اسف يتقال عليك هيموليتيك انيميا مفهوم ولا لا؟ من 20 ل 120 العيان ما يبقاش انيميك لان البون مارو بيقدر يزود الاكتيفيتي بتاعته 6 to 8 تايمز. البون مارو ممكن يزود الاكتيفيتي بتاعته 6 to 8 تايمز 120 على 60 على 6 سوري 20 اقل من 20 يعني بون ما وصل للماكسيمال كاباسيتي مش هقدر يزود اكتيفيتي زي على كده. فلو لايف سبان اقل من 20 يبتدي يظهر انيميا لان بون ما مش هيلاحق. خدت فاهم حاجه؟ دكاتره معايا؟ عشان نبقى فاهمين في كلمه في فرق بين كلمه هيمولوسيس و ماشي؟ طيب ركز معايا وسيب الكتاب خالص لو سمحت. سيب الكتاب خالص لو سمحت. معلش مجدي عايز انا مزق
ازاي نعرف؟ حاضر. بصوا لي يا شباب، ازاي نعرف ان الار بي سيز بتكسر بدري؟ ازاي اعرف ان في العيان ده الار بي سيز بتكسر بعد 40 يوم؟ بالظبط. مين قال؟ ازاي؟ لا بص، هو عشان هو كلامك صح نوعا ما، بس بص معايا، هو اكشوال انا مش بدي العيان، انا باخد من عيان ار بي سيز، باخد من عيان ايه؟ واحط عليها ماده مشعه اسمها تكنيشن. الار بي سيز دي بقت ايه؟ واحقنها في العيان، العيان بقى مشع. المفروض العيان يفضل مشع كام؟ لو الاشعاع اختفى بعد 40 يوم عادي. اسف، ممكن الار بي سيز اللي انا واخدها عايشه 80 يوم، عباره 80 يوم، فلما واسيه فلما احطها في العيان هيحصل ايه؟ تكسر بعد 40. فالحل تاخد دم من العيان وتنقي الريتيكولوسايتس، هو ده تحط عليهم التكنيشن، لان الريتيكولوسايتس انت عارف ان عمرها لسه هي بتتحول في خلال 24 ساعه، فعمرها يوم. فكده انا متاكد المفروض ان الخلايا دي تعيش. نعم. والعيان يفضل مشع 120 يوم. لو العيان اختفى الاشعاع قبل 120 يوم يبقى الار بي سيز دي بتكسر بدري. فاهم حاجه؟ اسمها تكنيشن ليبلد ار بي سيز. اسمها ايه؟ لغايه دلوقتي ولا معلومه مهمه. بصوا لي هنا. الار بي سيز الهيموليتيك انيميز. الار بي سيز في الهيموليتيك انيميز تكسيرها يا اما بيبقى اكسترا فاسكولار يا انترا فاسكولار. يعني الهيموليتيك انيميز نوعين، يا اكسترا فاسكولار هيموليسيس يا انترا فاسكولار. المثال بتاع الاكسترا فاسكولار اللي انتوا عارفينه الثلاسيميا. في الثلاسيميا الار بي سيز بتتكسر في الليفر والسبلين، صح ولا لا؟ ده ايه؟ وفي هيموليتيك انيميا بتبقى انترافاسكو زي الانكومباتبل بلاد. الار بي سيز بتكسر جوه الدم، صح ولا لا؟ فعندنا نوعين من الهيموليتيك انيميا، يا اما ايه؟ انترافاسكو. بصوا لي هنا، سيب الكتاب خالص ومحدش يكتب حاجه عشان هتاخد مقلب سخن لو كتبت. خليك معايا. الاكسترافاسكو اللي هو التكسير فين يا ولاد؟ في الريتيكلو اندوثيليال. يا ابني بقول سيب الزب، ركز هنا. الاكسترا فاسكولار التكسير فين؟ اللي هو الريتيكلو اندوثيليال. تعال شوف اللي هيحصل. الديزيزز اللي فيها اكسترا فاسكولار هيموليسيس، الاي بي سيز هتكسر بدري ولا لا؟ هتكسر ايه؟ بدري. اعرف منين؟ من التكنيشن ليبل ار بي سيز. لما الار بي سيز تكسر بدري، تكسر بدري فين؟ يبقى الليفر والسبلين اوفر اكتف ولا لا؟ يبقى العيان عنده هبابه سبلينوميجالي، يبقى عنده هباته سبلينوميجالي. الار بي سيز لما تكسر في الليفر والسبلين اعتقد ان الار بي سيز هتقل والعيان يجي له ايه؟ انيميا، مش كده ولا لا؟ العيان هيبقى عنده ايه؟ فاكيد عنده فوب بي. ولو عنده انيميا يبقى اكيد الهيموجلوبين قليل ولا لا؟ والار بي سيز قليل، او الهيماتوكريت والايصال عالي، صح ولا لا؟ والار بي سيز لما بتتكسر بيطلع منها انزيم شهير اسمه خدناه المره اللي فاتت، اسمه ال دي اتش. ال دي اتش يعني. طيب كويس. الار بي سيز لما تكسر البون ماو هيحاول يعوض، صح؟ البون ماو يبقى اوفر اكتف، كل البون ماو يبقى اوفر اكتف، يحصل بون ماو اكسبانشن. في الاطفال خدتوا ان ده بيعمل مونجولويد فيتشرز كلينيكال. وفي الاكس راي كان بيعمل هير اند
ده انت كنت حافظه زي اسمك هير اون ان ابير. كلام جميل خالص. الار بي سي لما بتتكسر هيطلع منها هيموجلوبين. الهيموجلوبين بيتكسر الى هيم جلوبين. الجلوبين ده امينو اسيد، مفيش منه مشكله. المشكله في مين؟ الهيم يتكسر الى ايرون وجو تو بوت. الايرون كميته هتبقى ايه يا ولاد؟ السامع يا عالية. كل كمية الايرون تبقى عالية، ده معناها ان التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي قليل، صح ولا لا؟ الايرون بايندينج هي الاوتوبيسات الفانتيا هتبقى قليلة، وترانسفيرنس ساتوريشن. طيب الايرون كميته هتعلى، يتوصل في التيشوز كلينيكا اللي تعمل هيمو سيدوز. طيب الهيمو سيدوز كلينيكا اللي حيبقى ايه؟ الهيمو سيدوز بص معايا، الايرون من فوق لتحت، خد العيان من فوق ابتدي بالسينس، سينس يبقى بيتيوتري، سينس يبقى بيفال نوايز المخ، يحصل فيه بريفال بسبب ديبوزيشن اوف ايرون. اذا من سي ان اس على الشيست عندنا ايه؟ فكروا في ايه ولاد يوترس؟ هيبقى ايه اللي في الشيست؟ هارد على الكارديو ماسكولار سيستم، يحصل كارديو مايوباثي. اللنج يحصل فايبروزس. إذا على الابدومين الايرون يتوصل فين؟ في الابدومين. مكياس يعمل لنا دايابيتس، مكياس هيبقى ايه؟ دايابيتس. ايه تاني في الابدومين؟ الليفر يحصل سيروسس. بعد كده كيدني، في كيدني يحصل لينا التوبولار ديفكت، التبيوس تبوظ، تبيوس ديفكت. انزل على اللور ليمب، اللور ليمب بيفكرك بالسكين، يحصل ايه؟ بوظ، بيجمنتيشن والسرز. فاينل اندوكراين يحصل دامج للبيتيوتري والسوبر رينال والتستس ورح. طيب كويس ده الايرون. البوت تو بوزيتيف بقى بيتحول الى ايه؟ بيتحول لحاجه اسمها بيلي فيرتن، والبيلي فيرتن يتحول الى حاجه اسمها اندايركت بيليوبين. فالاندايركت بيليوبين يبقى ايه؟ اندايركت يبقى عالي، ما دام التكسيك كتير يبقى البوت بورفين كتير، يبقى اندايركت بيليوبين عالي. فالعالي يبقى عنده ايه؟ جوندس، ويجي له جول بلادر ستونز. مش كده بس، مش قبل ما اسيب الاندايركت بيليوبين عايز اسال سؤال، هو اسمه اندايركت، سموه اندايركت ليه؟ طب امال سموه كونجيجيتد ليه؟ عشان الناس ما دخلش دخلش السايكل. سؤال بس، ثواني بس. الاندايركت بيليوبين اسمه كونجيجيتد عشان ما بيمسكش في الجلوكونيك اسيد. اسمه اندايركت. ليه سموه اندايركت؟ اسمه ايه بقى؟ الاندايركت بيليوبين سموه اندايركت لانه بيحتاج indirect reaction of Vandenberg. indirect Vandenberg reaction. reaction اللي اسمه Vandenberg reaction ده بيدتكت البيلوبين في الدم. عشان تدتكت الindirect بيلوبين محتاج تقاد صنفر في التست يعني. اسمه indirect ايه؟
بيليروبين علشان بيحتاج عشان اعمله ديتكشن في الدم محتاجين انتاير فاندنبرج رياكشن اللي عايز يعمل محتاج انتاير فاندنبرج رياكشن عشان كده سموه انتاير بيليروبين فاندنبرج رياكشن اف اي كون دايت او دايت الانتاير محتاج سلفر تو اد سلفر تو ذا بلاد الدايت مش محتاج سلفر مفهوم يولع اسمه اندايت بيليوبين او ان كونتاجي او اسمه ان كونتاجي ليه اسم ثالث اسمه هيمو بيليوبين لانه ماشي فين في البلاد بسم الله ما شاء الله اسمه الثالث الرابع سوري ان سولبل بيليوبين لان ووتر ان سولبل عشان كده ماشي في الدم متشال على القلب منه دي معلومه مهمه ليه؟ ده معناه ان الاندايت بيليوبين لا يمكن ينزل في البول الووتر انسولد الاندايت بيليوبين يخش جوه الليفر عشان يتحول الى دايت بيليوبين خد بالك الدايت بيليوبين جوه الليفر مش في الدم يعني العيان عنده اندايت بيليوبين في الدم ايه؟ وعنده الليفر الدايت بيليوبين عالي في الليفر مش في الدم مفهوم العيان ده لو قست الدم بتاعه هلاقي مين اللي عالي مش سامع يلا لكن الدايت مش عالي في الدم ده عالي في الليفر واضح الدايت بيليوبين ليه اسم تاني كونجيجيت ليه اسم تالت ووتر سولد ليه اسم رابع كولي بيليوبين لانه بينزل في البايل الدايت بيليوبين هينزل عن طريق البايل يوصل الانتستين حيث يتحول في الانتستين الى ستيكوبايلينوجين ستيكوبايلينوجين هتبقى كميته ايه؟ العيال عنده هيمولسس هتبقى كميته ايه؟ وده يعمل لك دارك ستو دارك ستو الستيكوبايلينوجي جزء منه بيمتص للدم الليفر يركب ويرجعه تاني اسمها انتيرو لكن في جزء منه هيبقى بينزل في البول في صورة يورو اليوبايلينوجي هتبقى كميته ايه؟ بسرعة ولا لا؟ اليوبايلينوجي كميته عالية البول وهو نازل من عيان يبقى نورمال كلر البول هو نازل من عيان يبقى ايه؟ لكن لو سبت العيان البول سوري في الحفرة شوية يغمق مع ولاد ولا لا؟ يقول لك البول داكيز اون ستاندينج لو سبتها في الحفرة شوية ايه؟ يغمق لأنه بتحول إلى يو بايلين مفهوم ولا لا؟ أبوس إيدك داكيز اون ستاندينج مش معناها لما العيان يقف كانت قالت في امتحان داكنز اون ستاندينج مش معناها ان العين واقف بوله غامق قاعد بوله فاتح داكنز اون ستاندينج يعني لو سبته شويه يتعرض للهواء بيحصل له اوكسيديشن بيتحول الى يو باي لين مفهوم؟ فده معنى كلمه داكنز اون ستاندينج يعني بص معايا بقى ولا بصوا لي يد اي هيموليتيك انيميا اقول لك عليها اكسترا فاسكولار قلت لك هنتكلم على الثلاسيميا النهارده تقول لي دي واحده ابي هو الثلاسيميا دي اكسترا فاسكولار ولا انترا فاسكولار قلت لك اكسترا فاسكولار قول لي بقى تعالى على جنب كده الكلينيكال بيكتشر مكتوبه بالازرق الانفستيجيشن بالاحمر كلينيكال بيكتشر بتاعه الاكسترا فاسكولار العيان هيبقى عنده هيباتوسلينو عنده فوق عنده هيموسيد عنده جوندس عنده جول بلادر سكور عنده ليون داركس اون عنده دارك ستول ومونجولويد فيتشرز في الانفستيجيشن هلاقي عنده التكنيشن ليبل اي بي سي شورتنينج اوف
لايف سبان هيموجلوبين اي بي سي هيماتوكريت قليل اي اس اي عالي ال دي اتش عالي في السونار هلاقي هيماتوس مين واجب يعني تنفع كلينيكال بيكتشر وتنفع انفستيجيشن فكتبناها بالازرق وحوطناها لا عشان تنفع بالاثنين هلاقي التوتال ايون بايندينج كاباسيتي ديكريز وترانسفير ساتوريشن عالي هلاقي سايكوبايلينجن عالي في الستور واليوبايلينجن في البول عالي هلاقي هي اون اند وهلاقي بيليوبين في الدم عالي مفهوم ولا لا؟ خمس دقايق تنينوا الكلام تاني راح انقل الاول لا انقل لا لا بصوا بقى انقلوها خمس دقايق بالظبط بسرعه الكلام ده بعدين يعني ايه هكمل يا بابا في حاجه الكلام ده مكتوب عندك في الكتاب الكلام ده مكتوب بس كده اسهل بكتير لما تبقى صورة في دماغك تبقى أسهل بكتير لا بقولك لسه هشرح ماشي ازاي انت مين عاوز كده والنبي انا عايز اعرف ايه ده ايه ده يلا عشرة عشان السلام للحاجة زينة انتوا تكتبوا جوابات يلا اخلص يلا انا مغم عليكي ما تنهي منك كويس بابا
سيف الأحمر والأخضر والأصفر خلص معايا والله حسبها بس خليكم معايا خلاص حسبها والله مش صح دي هنسميها رسمة واحد دي اسمها ايه هنتفق بينهم بالبعض ان دي رسمة فيها كلينيكال بيكتشر والانفستيجيشن بتاعت ايه اكسترا فاسكولار الانترا فاسكولار هيمولايسيس انترا فاسكولار هيمولايسيس والله يا اولاد حاسبكم والله خليكم معايا بس الانترا فاسكولار هيمولايسيس معناها ان الار بي سي تكسر جوه الدم زي الانكومباتبل بلاد طيب لما الار بي سي تكسر جوه الدم هيطلع الهيموجلوبين في الدم ايه المشكله ايه المشكله ان الهيموجلوبين يمشي في الدم لوحده يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى خلق الهيموجلوبين متحوط بالار بي سي ليه ما خلوش يمشي في الدم لوحده بصوا الهيموجلوبين is the most powerful vasoconstrictor that has ever been described it is the most powerful vasoconstrictor that has ever been described لو ماشي في الدم لوحده بيعمل فاسكوليشن عنيف مش كده بس الهيموجلوبين لو ماشي لوحده في الدم بينزل في البول يعمل اوبستراكشن للرينال تيبيولز بيعمل رينال فيلير فوجود الهيموجلوبين في الدم لوحده دي مصيبه مفهوم ولا لا واضح وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا خطوط دفاع ايه هي لو الهيموجلوبين طلع للدم في بروتين في الدم اسمه هيموبيكسل او سيري هاتو جلوبين هاتو جلوبين ده موجود في الدم اول ما يلاقي هيموجلوبين ماشي لوحده راح ماسك فيه كده الموليكيول بقى حجمه ايه كبير فما ينزلش في البول والليفر لما يشوف الهاتو جلوبين ماسك في الهيموبيكسل يكسرهم الاثنين يعني الليفر لما يلاقي هابت جلوبين ماسك الهيموجلوبين يكسر الاثنين يعني معنى كده ان العيان اللي عنده انترا فاسكولار هيمولايسيس الهابت جلوبين هيستهلك هيبقى كونسيومد فالليفل بتاعه في الدم يلا ازاي يبقى الهابت جلوبين هيقل لو الهابت جلوبين ما كفاش يخش خط الدفاع الثاني بروتين ثاني اسمه هيموبيكسل هيمو بيكسل لو الهابت جلوبين ما كفاش هيخش الهيمو بيكسل يمسك في الهيموجلوبين معاه ولاد ولا لا الليفر لما يشوفهم الاثنين وحيه مكسره فالهيمو بيكسل الهيمو بيكسل ايه يال لو الهيمو بيكسل ما كفاش يخش خط الدفاع الثاني
يعني تخيل ربنا خلق لك كم خط دفاع ضد الهيموجلوبين. ده يفهمك قد ايه الهيموجلوبين خطر انه يمشي في الدم لوحده. خط الدفاع التالت هو الالبيومين. الالبيومين هيمسك في الهيموجلوبين بس الليفر يكسره بعد 21 يوم. يعني اذا كان الهيموجلوبين والهيموبيكس بيكسروا ايميديتلي، الالبيومين يكسر بعد 21 يوم. معاه ولاد ولا لا؟ يعني يفضل الالبيومين اللي ماسك الهيموجلوبين بيلف في الدم كام؟ 21 يوم. Which means انك لو لقيت البيومين ماسك في الهيموجلوبين في الدم يبقى انت عندك حصل لك انتغافاسكولار هيمولوسيس في خلال 21 يوم اللي فات. مفهوم؟ الالبيومين اللي ماسك في الهيموجلوبين بنعمله ديتكشن بتست اسمه شامس تست. الامريكان بتاعه عليه يسموه سكام تست. سكام نشتينا سكام باك كيس زبال. مفهوم ولا لا؟ هو شامس تست لكن بيقولوا عليه سكام تست. واضح؟ ما عليه. لو الالبيومين ما كفاش في خط دفاع رابع. ايه هو؟ الهيموجلوبين بالطريقه دي هيوصل الكدني ولا لا؟ خط الدفاع الرابع هو الإبيثيليوم بتاع كدني. الإبيثيليوم لما يلاقي هيموجلوبين في اليوم ياكل عشان ما يسدش التبيوس. بس دي عمليه انتحاريه. الإبيثيليوم اللي بياكل الهيموجلوبين يموت وينزل في اليورين. فيبقى عندنا في اليورين بتاع العيان إبيثيليوم سيلز من الكدني جواها ايرون. الايرون ده جاي منين؟ من المجرم. يبقى عندك في اليورين بتاع العيان هيبقى فيه إبيثيليوم سيلز جواها ايرون. بنعملها ديتكشن بتست اسمه بيلز ستين. اسمه ايه؟ بيلز ستين. ركزوا معايا في اللي انا هقوله دلوقتي. يبقى العيان اللي عنده انترا فاسكولار هيموليسيس ايه الانفستيجيشن بتاعه؟ هلاقي الهيموجلوبين قليل، هيموبيكسل بوست بشمس تيست بوست بيرز اند فاينلي هيموجلوبينوريا. لو خطوط الدفاع دي فشلت هيعدي يحصل هيموجلوبينوريا. ركزوا معايا دي يا واحد. يبقى عنده هيموجلوبي نوبي. ركزوا معايا دقيقة واحدة. يبقى عيل عنده انترافاسكولار هيموليسيس هيموجلوبين قليل هيموبيكسين قليل بوست بشمس تيست بوست بيرز ان هيموجلوبينوري وعندهم ال دي اتش عالي والتكنيشن ليبل ار بي سي شوينج شورتنج اوف لايف سبان. فاهمين ولا لا؟ يا ولاد واضح؟ وعندهم البيلي روبين عالي سيرم ايرون عالي يعني عندهم الدهن بس بيتميزوا بدول. هتفهم حاجه؟ يعني عين انت فاسكولار هيمولوسيس هنلاقي في الانفستيجيشن ايه؟ هاي دول بالاضافه الى شورتنج اوف لايف نقص هيموجلوبين وار بي سيز وهيماتوكريت زيادة الديرج ولا لا؟ زيادة بيليوبين. استيكو مالينج فاهمين ولا لا؟ ما هو الهيموجلوبين اللي هيكسر ده هيطلع منه هيموجلوبين والهيم ايرون هيمشي في السكه دي. واضح؟ طيب الكلينيكال بيكتشر بتاع الانترا فاسكولار هيموس اكتب عنه. ده الانفستيجيشن الكلينيكال بيكتشر اكتب عنه. واحد in acute cases in acute cases there is fever jaundice in acute cases there is fever jaundice followed abdominal and bony pains
دارك يورين بين قوسين هيموجلوبينوريا. العامل الدارك يورين هو ايه؟ هيموجلوبينوريا. And even acute renal failure. In acute cases, there is fever, jaundice, pallor, abdominal and bony pains. Dark urine, bin qusayn, and even acute renal failure. It needs. In chronic cases, نقطتين وبعض. There is features of recurrent acute attacks. Recurrent eh? And in long standing cases, there's features of recurrent acute attacks. And in long standing features, sorry, long standing cases, there's features of chronic hemolysis. For example, hepatosplenomegaly. Again, in chronic cases, what to think about? There's features of recurrent acute attacks. And in long standing cases, and in long standing cases, there's features of chronic hemolysis. For example, يعني كلمتين دول. In acute attacks, يعني واحد خد كيس دم مش فاصلته. هيحصل له هيمولوسيس كم مرة؟ ما واحد ساعة ما خد الكيس ولا لا. وساعتها يجي له فيفر، جوندس، بالور، بين في الابدومين، هيموجلوبينوريا، وايفن اكيوت وينا فين. لكن عيان عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي. لو معني من الفول عارفينه ده بيجي له هيمولوسيس اول ذا تايم، بس لما ياكل فول الهيمولوسيس ايه؟ يزيد. فالعيان ده عنده هيمولوسيس اول ذا تايم، بس مع الفول هيمولوسيس يزيد. فكل شويه يوكل فيتشرز بتاعت الاكيوت اتاك، يعني كل شويه يجي لك بفيفر وفالو جوندس وابدومينال بين، لكن بقاله سنين عنده هيمولوسيس ولا لا؟ فبعد شويه بعد 15 20 سنه ممكن تلاقي عنده هيباتوسبينوميجالي، ممكن يجي له جول بلادر ستونز، ممكن تجي له فيتشرز بتاعت الكوليك هيمولوسيس. فاهميني ولا لا؟ اي نعم، عينين انتر فاسكولار هيمولوسيس عشان تجي لهم الفيتشرز دي محتاج وقت طويل. معاه ولاد ولا لا؟ بس ممكن تجنب اللونج استنى كيس. فاهميني ولا لا؟ يعني بص دكتور الاطفال يقول لك الجي 6 بي دي ما عملش هيباتوسبينوميجالي. فاهميني ولا لا؟ دكتور الاطفال يقول لك الجي 6 بي دي ما عملش، بتاع الادلت يقول لك لا بيعمل. وهيشوفه فتره الادلت هو عنده، لكن بتاع الاطفال ما شافش هيباتوسبينوميجالي. فاهميني ولا لا؟ واضح يا باشمهندسين؟ واضح ولا لا؟ دي هنسميها رسمه 2. الانترافاسكولار هيمولوسيس هنسميها ايه؟ عشان بعد كده لما اقول لك احنا هنتكلم النهارده على انترافاسكولار هيمولوسيس هتقول لي كلينيكال بيكتشر السطرين اللي انا ما اديتهمش، وفي الانفستيجيشن هتقول لي ايه؟ هابتوجلوبين، روبيكسين، الشمس والبيرز والهيموجلوبينوي. تقول ال دي اتش عالي. فاهمين ولا لا؟ واضح؟ دي اسمها رسمه 2. اتفضل.